السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الفعل الأمر. تمام، هنستخدم الفعل الأمر عشان إما إننا أطلب من حد إنه يعمل حاجة، أو إن أنا أأمره يعني أقول له لازم يعمل الحاجة دي في اللحظة أو التو أو بعد فترة معينة. طيب، احنا هنركز النهاردة قبل ما نتكلم عن الإعراب بتاعه، هنتكلم عن إزاي يعني إزاي نحول الفعل، أي فعل عامة، للأمر. تمام، فهناخد حالات كده بسيطة، نبتدي بكذا حالة بحيث ان احنا يعني نشوف طريقة نحفظ نفهم بيها الفعل الأمري. عامة الفعل الأمر أولا لازم تعرف أولا ان هو أي فعل بيبتدي بحرف ألف، ألف اللي هي ألف الوصل. تمام، أو همزة القطع. تمام، طيب ده يبتدي بألف الوصل لو ما كان الفعل أصلا ما بيبتديش بألف، يعني لو كان الفعل أصلا ما بيبتديش بألف. يعني مثلا، طب نمسح دي كده عشان نفهم الجزئية دي. يعني احنا عندنا لو الفعل أصلا مثلا زي اصبر، الفعل ده أصلا لو جبته للماضي بتاعه صبرة، فهو مفهوش أي حرف أصلا. تمام، لو جبت فعل مثلا زي فعل مثلا جعل، هخليه اجعل. اجعل ده أصله جعل، جعل. تمام، وهكذا. طب لو الفعل أصلا بيبتدي بهمزة القطع نعمل ايه؟ يعني ايه بيبتدي بهمزة القطع؟ يعني اوله هألف عليه همزة. تمام، يعني كده اهو نقول ايه زي قطع. تمام، وزي مثلا اجب، يعني يرد على التليفون مثلا، اجب الهاتف، وهكذا. تمام، دي هي يا جماعة، اجيب الهاتف، وهكذا. طيب، فهي دي، يبقى هو بقول على بخلي الفعل، لو الفعل نفسه بيبتدي بألف قطع، يبقى انا ما بغيرهاش. تمام، دي اول حاجة. طيب نبتدي بقى بالحالات بتاعتنا. تمام، نبتدي بالحالات بتاعتنا. اول حالة عندنا لو الفعل صحيح. يعني ايه صحيح؟ يعني مفهوش حرف عل. تمام، حروف العلة هي الألف والواو والياء، مفهوش دول. تمام، زي صبرة، غفرة. تمام، انا عايزه اخليه فعل امر، هعمل ايه؟ اقوم حاطه الالف على طول، او اقوم عامله ايه، اقوم حاطه الف الوسط، واقوم قايله اصبر، غفره اقول اغفر. تمام، وعشان مش اقوله ايه حرف عله، مش اقول مفيش فيه اي حرف عله، لا في اقوله ولا في اخره. تمام، دي الحالة الأولانية. طيب الحالة الثانية لو الفعل، طيب دي أول حاجة. طبعا نلاحظ بس عشان بس أديكم بس ملحوظة، إن اصبر واغفر الفعل آخره إيه؟ سكون. هو كده فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، على السكون. تمام، على السكون.
اهي السكونة اهي اهي شايفينها تمام. طيب هنخش على الحالة التانية اللي هو بيبقى برضو مبني على السكون تمام. اي هو برضو صحيح تمام، بس نقول بقى يعني هو صحيح برضو، بس يعني في حرف علة في النص، يبقى فيه حرف علة في النص، حرف علة في المنتصف تمام. زي مين؟ زي كان. بقوم عاملة ايه؟ بخليه كن، هو مبني على السكون بس انا حذفت حرف العلة. ليه؟ لعدم التقاء ساكنين. طب نفهم الحتة دي، نفهم الحتة دي. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ نمسح دي كده. يعني لو عندنا مثلا زي حاجة زي ايه، هو الألف دي أساسا سكون، يعني هي حركتها سكون بس طويل، يعني افتكروها كده. يعني ايه سكون طويل؟ يعني هي يعني انا ما بكتبها، ما بكتبش عليها اي لما باجي حتى اعمل التشكيل ما بعملش عليها اي حركة تمام. يعني بمعنى اصح ما بحطش اي حركة. يعني انا مثلا اكتب مثلا كلمة زي كان، اقوم عاملة التشكيل ازاي؟ اقول كان نا تمام، الالف ما حطيتش عليها اي تشكيل، ان هو يعتبر فتحة يعني طويلة تمام، او بمعنى اصح سكون طويل. يعني انا مش هقعد ابكي كتير، انا مش هقعد ابكي، انا مش عارفة، لكن انا كل اللي اعرفه ان الفتحة الالف تعتبر، الالف دي تعتبر السكون طويل، والنون لما بحط عليها سكون يبقى ما ينفعش احط دي سكون واحط على دي سكون. يبقى لو عملت مثلا كان، اقول يعني انت بنطقها ازاي؟ طيب كان مش هتنفع تمام. طيب ده عشان نفتكرها، طيب نفتكرها بيها، انما انا مش عارفه التفسير العلمي ليها الصراحه. طيب ده بالنسبه لكان. طيب نجي مثلا فعل زي أطاع، نفس الكلام، شلت حرف العلة وحطيت السكون قطع، ونفس الكلام مبني على السكون عدم التقاء ساكنين سكون، وحذف حرف العلة لعدم التقاء ساكنين، حرف العلة لعدم التقاء ساكنين تمام. تمام. طب مثلا تاني زي، عشان بس كده يعني نوضح الفكرة اكتر، فعل زي أساء، قوم قايلة ايه؟ أسئ، حذفت حرف العلة أسئ تمام. نخش بقى على لو الفعل فيه حرف علة تمام. لو الفعل فيه حرف علة زي ايه؟ لو الفعل فيه ألف أو واو أو ياء حرف علة تمام. يعني مثلا في أخو، وعشان أوضح أكتر في أخو مثلا يرمي، قوم عاملة ايه؟ حذف حرف العلة، مش يرمي دي تتكتب كده، يرمي، قوم عاملة كده ارمي تمام، شلت حرف العلة. طيب فعل تاني نشيل ده كده. لو فعل مثلا زي يخ شا، طيب خلي بالكوا دي ألف لينة، دي ألف لينة يعني تعتبر ألف، فتبقى إيه؟ إخ
شاع، عشان كده خليت الحركة آخر حركة هنا فتحة عشان كده. طيب فعل تاني، يد رو، نعمل ايه؟ تبقى كده قد رو. يبقى الحركة هنا او البتاع هنا نقدر نقول عليه ان هو فعل امر، فعل امر مبني على حذف حرف العين، حرف العين. تمام، يبقى هو ده الاعراب. تمام، طيب عندنا حاجة بس نسينا نقولها بالنسبة للسكون، معلش نسينا نقولها، لو الفعل فيه نون النسوة، لو فيه نون النسوة، فيه نون النسوة، يعني مثلا اصبر، شفتوا؟ يبقى فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، بنون النسوة. طب انا عرفت منين برضو ان اصبر، لو احط التشكيل هنا على البتاع على الر، الر اخدها ايه؟ سكون. لما اجي حتى انطقه اصبر، شفته؟ نفس البتاع، فهو مبني على السكون. ده لو معرفتش اجيبها بان انا عشان فيها نون النسوة، قول عشان ايه؟ النون. طيب في حالة تانية بقى، لو في ضمير، طيب هو لو هو من الأفعال الخمسة، ايه هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي الأفعال اللي فيها الأفعال المضارعة، هي أفعال مضارعة المتصلة ب إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه؟ نمسح كده ونقول لكم مثال على الأفعال الخمسة. تمام، يعني مثلا عندنا فعل زي ايه؟ فعل زي يكتب، كتب، عايز اخليه مع الافعال الخمسة، احوله الافعال الخمسة، اقول ايه؟ يكتبون، تكتبون، كده واو الجماعة، دي كده واو الجماعة. تمام، و يكتبان، تكتبان، ده كده ألف الاثنين، وتكتبين، تكتبين دي ياء المخاطبة. تمام، فأي فعل في الدنيا في اللغة العربية ممكن نخليه أي فعل من الأفعال الخمسة دي، أخوه إيه؟ واو جماعة، اهو مرة مع المؤنث، مرة مع المذكر، ومرة مع المؤنث، ونفس الكلام اخليه مع الف الاثنين، مرة مع المذكر ومرة مع المؤنث، وبعدين اخليه مع ياء الايه، ياء المخاطبة مع المؤنث طبعا. تمام، طيب اعمل ايه في الحالة دي عشان احوله فعل ايه؟ فعل امر. طيب نشوف كده، لو فعل زي كذا كده، لو في واو جماعة يعني يكتبون وتكتبون، اعمل فيهم ايه؟ اخليهم هما الاثنين، اخلي دي الف، اخلي دي الف، وبعدين اقوم قايله اكتبو. طب ليه بحط الالف دي؟ عشان تفرق بين
الفعل والاسم. تمام. طيب يبقى اي حاجه ده بالنسبه لو في واو الايه واو الجماعه. طيب لو في الف الاثنين بقى نعمل ايه؟ يعني مثلا يكتبان وتكتبان، نكتبهم كده يكتبان وتكتبان، هم عاملة ايه؟ شايلة النون، سوري حذفت النون، بس احذف النون، يعني هو يكتبان وتكتبان، هم شايلة النون وشايلة دول، هم قايلة اكتبا. تمام. طب لو في اخره ياء المخاطبة تكتبين، هم شايلة ايه؟ شايلة النون، وهم قايلة اكتبي. تمام. يبقى انا شلت الت وخليتها الف، الف بتاعة الامر دي، الف الامر. واقوم شايلة النون من الاخر، يبقى في كلا الحالات بشيل النون في الاخر. تمام. طيب بالنسبة بتاع، طب في الحالات دي، يبقى إذا كان الفعل اللي يعني أي، إذا كان الفعل متصل يبقى الفعل، يبقى في الحالة دي فعل أمر مبني على حذف النون. حتى كده لاحظوا اكتبوا، اكتبي، في الثلاث حالات حذفنا النون. تمام. طيب في حاجة برضو الأخيرة بقى اللي هي نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، نون التوكيد. طيب نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، نون التوكيد الخفيفة والثقيلة يعني ايه؟ يعني انا بقول ان انا بأكد حاجة، يعني دي نون التوكيد الخفيفة شكلها عامل كده، ونون التوكيد الثقيلة شكلها عامل كده، شدة وعليها فتحة نا، انما دي ن. تمام. فمثلا دي مثال على الفعل الأمر لما يتصل بنون التوكيد الايه الخفيفة والثقيلة، اكتبتو اكتبن اكتبن، شايفين النطق اكتبن، وانا دي اكتبن اكتبن. ففي الحالة دي سواء كان نون توكيد خفيفة او ثقيلة فعل أمر مبني على الفتح، مبني على الفتح. تمام. فعل أمر مبني على الفتح. طيب أنا أفتكر لو في نون توكيد خفيفة، نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، يبقى فعل أمر مبني على الفتح سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، خفيفة أو ثقيلة. تمام. طيب ده كده بالنسبة للإعراب، يبقى هو بيتعرب ايه؟ نفكر معدنا كده، نفكر معدنا مبني على السكون، ودي الحركة الأساسية بتاعته، لو كان صحيح الآخر أو في ايه نون النسوة. تمام. نرمي كده على السكون. طيب وبيكون مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل للآخر، زي ما احنا قلنا في حرف علة آخره. تمام. ومبني على حذف النون،
حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. وبيكون مبني على الفتح، تمام، إذا اتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، بنون التوكيد سواء كانت الخفيفة أو الثقيلة، تمام. يبقى أنا آخر حاجة بقى نفهمها إيه هي؟ يبقى أنا آخر حاجة نفهمها اللي هي إن هو بيكون بنستخدم معاه ضمائر المخاطب، طبعا اللي هي مين؟ أنت طبعا للمذكر، أنت للمؤنث، أنتما للمثنى سواء كان مذكر أو مؤنث، تمام. وفي بقية الضمائر، أنتما سواء كان ضمير مذكر أو مثنى، مذكر أو مؤنث، وبعدين أنتم للجمع المذكر، وأنتن للجمع المؤنث. طب ليه انا بستخدمه معاه؟ لانه انا بخاطب انسان، انا مقدرش اعطي، يعني انا بتكلم انسان، لان انا بامر حد، لانني امر شخص، لازم اخاطبه، لازم اخاطب، لابد من المخاطبه، تمام. كده نكون خلصنا كل اللي احنا عايزين نقوله، واتمنى انكم تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.